بضاعة تجعل مهمة اليوم صعبة جدا، لأنه تقريبا لا خيار آخر أمام الفريق سوى الانتصار وتحقيق 3 نقاط في هذه المواجهة حتى يحافظ على حظوظه وتبقي الأمور بين أيديهم في التأهل ولا ينظر إلى نتائج الفرق الأخرى. كل هذا يدون على ورق، لكن على المستطيل الأخضر على العشب الموضوع مختلف تماما. لاعبين بإمكانهم أن يعبروا من خلال هذه المباراة. والآن مع انطلاقة المباراة مرت الكرة، الآن يسعى ليلعب كرة دق، كرة رأسية خطيرة، هدف عالمي، كرة أرضية خيالية بالمقاس وضربة رأسية في منتهى الروعة. فرصة للتسديد، يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية، تسديدة، لمسة بينية، إمكانية مرتدة الآن، يعدي إلى يسدد الكرة، قام بتحرك رائع، إبعاد ناجح للكرة، يلعبها ببراءة. ترتد الكرة من العارضة. موجود لإبعاد الكرة. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. يا لها من فرصة. يحاول أن يسدد الكرة من هنا. يلعب كرة بينية، تسديدة من أول لمسة، تسديدة في اتجاه المرمى، لعبة في منتهى الروعة. الله يا ولد، من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ دور جميل. لحظة التسديد كانت تتطلب اتخاذ قرار، وهذا ما فعله. على الطاير، أوه، هدف عكسي لم يكن منتظر بالمرة. لعبة جميلة، تسديدة أجمل، يمر يلعب كرة بينية، تسديدة في اتجاه المرمى، الله يلعبها ببراءة، وانتهى انتهى انتهى المشوار. أداء رائع جدا، جمهور كان متحمس، نهاية منطقية بعد مباراة كبيرة. هل تعرف ماذا يعني أن تشاهد مباراة